والدي يعمل في التجارة، وقد يدخل في بعض المعاملات التجارية شيء من الحرام، هل يجوز الأكل من مال والدي؟ إذا كان مال والدك، إذا كان لك غنات عنه، إذا كان لك غنات عن والدك الحمد لله، كل من مالك واترك المشتبه. أما إذا كان مالك غنات عن والدك وهو عنده مال حلال ومال حرام يجوز لك الأكل، إلا إذا علمت أن هذا المال من الحرام فلا تأكل منه، أما ما لم تعلم فيجوز لك الأكل. أما إذا كان كل ماله حرام ليس فيه شيء حلال فلا يجوز لك الأكل منه. نعم.